النهارده ان شاء الله هنتكلم على هنكمل بقيه الاستوكيومتري والماس بالانس اللي هو كومبشن ايكويشن. وكنا اتكلمنا عن المره اللي فاتت لو فاكرين اهميه ان احنا ليه بندرس الكلام دوت. قلنا ان احنا ككومبشن انجينير فايدتنا ان احنا نعمل زي سيستمز او نعمل ماثيماتيكال موديل لعمليه الاحتراق. عشان تعمل ماثيماتيكال موديل لعمليه الاحتراق قلنا ان احنا محتاجين ثلاث حاجات. محتاجين قوانين فلويد ميكانكس. ليه محتاجين قوانين فلويد ميكانكس؟ لان لو فاكرين قلنا ان الفليم دي عباره عن ايه؟ هواء ووقود، والهواء والوقود دول بيتخلطوا مع بعض، صح؟ فعمليه الخلط دي بتعتمد على قوانين مين؟ الفلويد ميكانكس. فمحتاجين عارفين قوانين فلويد ميكانكس. تاني حاجه لازم نعرف قوانين الهيت ترانسفير والثيرموداينامكس. ليه؟ لان زي ما احنا عارفين برضو ان انت لما يبقى عندك فليم او لما يبقى عندك اير وفيول اتخلطوا مع بعض وبدات حريقه مثلا في المنطقه دي، فبالتالي المنطقه دي بقت هوت ريجون. يعني ايه هوت ريجون؟ يعني درجه حرارتها عاليه، فبالتالي الحراره بتبدا تتنقل للمناطق الكولد ريجون وتبدا تسخنها، فبالتالي ايه؟ تحرقها هي كمان. فلازم الموديل بتاعي يبقى جواه ايه؟ قوانين الهيت ترانسفير والثيرموداينامكس، صح؟ ثالث حاجه قلناها ان لازم يبقى معانا كمان قوانين الكيميكال رياكشنز. ليه قوانين الكيميكال رياكشنز؟ لان الكيمستري يا باشمهندسين هي عباره عن الكي بوينت اللي بتحول لي الكيميكال انرجي اللي ستورد او المخزنه جوه الوقود الى ايه؟ الى ثيرمال انرجي. والثيرمال انرجي دي اللي بياخدها بتوع الثيرموداينامكس يعملوا بيها ايه؟ يطبقوها على معادلات الهيت ترانسفير بحيث ان هو يدرس انتشار الحراره في الايه؟ في الفليم. وبعد كده تغير درجه الحراره هينتج عنه تغير في الايه؟ في الدنستي. وتغير الحراره لما مرتبط بتغير الدنسيتي يبقى ده كده الناس بتوع فلويد ميكانكس هياخدوا الدنسيتي دي ويبداوا يطبقوها على المعادلات بتاعتهم زي معادله مثلا الكونتينيوتي ايكويشن. عارفين الكونتينيوتي ايكويشن؟ كويس. فالحاجات ديت يا باشمهندسين هتلاقي ان السيستم كله مرتبط بثلاث حاجات: قوانين الفلويد ميكانكس والهيت ترانسفير والايه والكيمستري. فعشان كده احنا كمهندسين ميكانيكا مهتمين بدراسه الكومبشن. ليه؟ لان الموضوع مش مرتبط بس بالكيمستري، لا ده كمان بيبقى ليه تاثير في الفلويد وتاثير كمان في الهيت ترانسفير. والناس بتوع الكيمياء بيشتغلوا معانا في المجال ده عشان ايه؟ يساعدونا بالمعادلات بتاعتهم عشان نفهم ازاي الكيمياء دي بتتحول لايه؟ لحراره، وكميه الحراره دي قد ايه؟ فاللي انتوا هتاخدوه معانا ان شاء الله من اول الشابتر دوت والشابتر مثلا اللي بعد اللي جاي هيبقى يوريك ازاي الكيمياء بتتحول لحراره، وبعد كده الحراره دي احنا بقى كمهندسين ميكانيكي نبدا نتعامل معاها ونتعامل مع قوانين الفلويد وهكذا. مش هنتعمق قوي في الموضوع بس هنديكوا ايه اوفر فيو عنها. طيب اول حاجه كنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت هي الكيميكال رياكشن، ازاي بعمل معادله الاحتراق. معادله الاحتراق لازم تبقى مكونه من حاجتين، ايه هم لو فاكرين؟ الفيول اللي هو الوقود اللي بيتحرق والايه؟ والاكسدايزر. كويس. وقلنا ان الفيول دوت ممكن يبقى عباره عن ايه؟ الشكل باقي الكلام باقي في واضح. طيب الفيول ده ممكن يبقى ايه؟ الفيول دوت ممكن يبقى حاجه اسمها هيدروكربون CXHY. CXHY ده الوقود اللي هو بيتكون من كربون وهيدروجين، ومعظم الوقود اللي احنا بنتعامل معاه بيبقى كده. كويس. زي الناتشرال جاز مثلا بيبقى CH4. CH4 يعني في كربونيه واحده واربعه ايه؟ هيدروجين. ممكن كمان الوقود بتاعي دوت يبقى ايه؟ يبقى كحول CXHY OZ. زي ايه؟ زي مثلا الايثانول. الايثانول دوت عربيات السباق بيشغلوها بالايثانول، ليه؟ لان الايثانول ده فيه باور انرجي عاليه قوي، فبالتالي بيدي باور جامده للايه؟ للعربيه ان هي ايه؟ تمشي بسرعه كبيره. ده مثلا الايثانول. في مثلا الميثانول، الحاجات اللي هي بتتصنع من النباتات، ودلوقتي بيعتبروها ان ده من مصادر الرينيوبل انرجي، ان هو يحول النبات لايه؟ لوقود يحرقه. بيبقى كحول. جميل. فبعض المسائل الدكتور يقول لك ايه؟ هنحرق ايثانول وهكذا. فبالتالي هتلاقي ان الاكسجين داخل معاك في الايه؟ في تركيب الايه؟ الوقود نفسه. كويس. عندي نوع تاني من الوقود بيبقى بلند، يقول لك مثلا 50% C3H8 مع 50% C4H10. ايه دوت؟ دوت حاجه اسمها البروبان وديت البيوتان. دوت الجازس المستخدمه في الايه؟ في الانبوبه بتاعت البوتاجاز. انبوبه البوتاجاز بتاعتنا بتبقى ميكشر ما بين البروبان والايه والبيوتان. كويس. طيب الحاجه الرابعه يبقى ده كده البلند او الميكشر. الحاجه الرابعه بيبقى عباره عن سوليد فيول او بيديك حاجه اسمها الاليمنتال اناليسيس. ايه الاليمنتال اناليسيس؟ يقول لي انت عندك مثلا 10% كربون، 50% اكسجين، 20% هيدروجين، مثلا 10% نيتروجين، اي حاجه من الحاجات دي. ايه الكلام دوت يا باشمهندسين؟ ده حاجه اسمها اليمنتال اناليسيس. بيستخدموها في ايه؟ دلوقتي يا باشمهندسين في حاجه دلوقتي اسمها البايوماس. البايوماس دوت ان هو بيبقى عنده مخلفات صلبه او وقود صلب، زي مثلا نفترض مثلا الخشب اللي احنا الكراسي الخشب اللي احنا قاعدين عليها دي قدمت واتكسرت، جميل؟ وركناها في الخرده.
طيب هنتخلص منها ازاي؟ ساعات مثلا في الاماكن مثلا يعني المهجوره وكده بيجيبوا الحاجات دي كلها ويولعوا فيها وايه ويولعوا فيها كده خلاص اللي خلاص منها تتحول لرماد وتطير كويس. زي ما بنعمل في الزباله مثلا بنحرق الزباله. طيب قال لك طب ما بدل ما انت بتعمل كده طب ايه رايك نعمل افران؟ الافران دي نولع فيها الحاجات السوليد ديت الخشب الزباله الورق الكلام ده كله وناخد الحراره اللي طالعه من الحريقه دي ونسخن بيها ميه نولد بيها بخار ونولد بيها كهرباء ونعمل محطه كهرباء بالايه بالبايوماس. ايه البايوماس ده؟ هو عباره عن السوليد فيول اللي جواه انرجي وانا ممكن ارميه واضيع على نفسي الانرجي دي. زي ايه مثلا؟ زي مثلا في الفلاحين والحاجات ديت المحاصيل الزراعيه زي الرز مثلا. الرز ده لما بيحصدوه بياخدوا الرز ويتبقى حاجه اسمها قش الرز. قش الرز ده الفلاحين بيجمعوه كده ويحرقوه ويتخلصوا منه، فده بيعمل مشاكل في البيئه كبيره جدا. فقال لك نعمل لهم افران، الافران ديت بتشتغل بقش الرز بحيث ان هو يستفيد بالطاقه اللي موجوده في ايه؟ في قش الرز ده. طيب قبل ما بيحرقوه لازم يعملوا حاجه اسمها اليمنتال اناليسيز. يعني ايه اليمنتال اناليسيز؟ يعرفوا مكونات الرز ده ايه؟ مكونات قش الرز ده ايه؟ فبالتالي بيعملوا له اختبارات يقول لك فيها قد ايه كربون؟ فيها قد ايه اكسجين؟ فيها قد ايه هيدروجين؟ فيها قد ايه نيتروجين وهكذا. فانت من الحاجات دي تقدر تعمل الكيميكال رياكشن بتاعتك وتقدر تعرف الطاقه الحراريه اللي هتنتج من قش الرز ده قد ايه. فتبدا بقى تقيم هل انا محتاج احرق قد ايه قش رز عشان مثلا اسخن 3 متر مكعب ميه 10 متر مكعب ميه وهكذا. فبالتالي بيفيدك الكلام ده انك تعمل الايه الحسابات بتاعتك. يبقى ده كده النوع الايه الرابع من انواع الوقود اللي ممكن تجي لنا كمساله في الامتحان. طيب ده بالنسبه للوقود. طب الاكسدايزر قلنا الاكسدايزر ده نوعين، ممكن يبقى اكسجين بيور اكسجين. جميل. البيور اكسجين ده بنستخدمه مثلا في محركات الصواريخ. ليه؟ لان الصواريخ بتطلع فوق في الفضاء مفيش هواء، فبالتالي ببقى طالع بتنكات الاكسجين بتاعتي. طيب ممكن كمان في اللحام بتلاقي حاجه اسمها الاوكسي اسيتيلين، بيلحم بجاز الاسيتيلين وبيلحم بايه ومعاه انبوبه ايه اكسجين وبايه وبيجمعهم مع بعض وبيلحم بيهم الحديد. طيب ليه بلحم بالاكسجين؟ قال لك لان الحريق بالاكسجين بيبقى درجه حرارته عاليه جدا تدوب الحديد، فبالتالي الفليم اللي الاكسدايزر فيها بيور اكسجين بتبقى درجه الحراره بتاعتها عاليه جدا. كويس. طيب عندنا كمان غير الاكسجين عندي الاير. الاير دوت جواه اكسدايزر. ليه؟ لان الاير مكوناته 21% اكسجين و79% ايه يا باشمهندسين؟ نيتروجين. طيب انا بستفيد بمين في الحريق؟ بستفيد بس بال 21% اكسجين. طب والنيتروجين الموجود دوت؟ قال لك زي ما بيخش زي ما بيطلع ملوش اي تاثير. طيب يعني هل يعني ملوش اي افكت كده؟ قال هو ملوش اي تاثير. قال لك لا، تاثيره ان هو بيقلل لي من درجه حراره الفليم. عشان كده لو الحريقه اللي بتتحرق بهواء مع وقود بتبقى درجه حرارتها اقل من الحريقه اللي بتتحرق مع هواء مع اكسجين وايه وقود. قلنا الكلام ده المره اللي فاتت واتكلمنا ان قلنا ان السبب في الكلام ده ان النيتروجين دوت بيخش يمتص حراره لان هو ليه سبيسيفيك هيت، واي حاجه طالما ليها سبيسيفيك هيت يبقى ليها قدره على امتصاص الايه؟ الحراره. فبالتالي السبيسيفيك هيت دي النيتروجين ده بيمص الحراره بتاعت الفليم وبيسخن، فبالتالي درجه حراره الفليم بتقل، وخصوصا ان كميته كبيره يعني 79% من الايه؟ من الهواء نيتروجين. كويس؟ طيب ده كده الايه؟ الاكسدايزر بتاعي. سهل الكلام ولا صعب؟ ها؟ في مشكله؟ طيب انا دلوقتي لما اجي اعمل معادله الحريق بعملها ازاي؟ بقول انا مثلا عندي وقود سي اتش 4 ده الناتشورال جاز او الميثين. جميل؟ بنقول هنا عندي الميثين بلس الاكسدايزر. الاكسدايزر لو انا عايز اعمل بالهواء بعمل بوز كده واقول انا عندي 1 مول من الاكسجين، واقول انا المول دوت او الكيلو مول ده وحده حجميه، وحده فوليوم بقياس ايه؟ كميه الايه؟ الرياكتنتس او البرودكتس. حلو الكلام ده؟ يبقى كده عندي ايه؟ عندي 1 كيلو مول من الاكسجين زائد كميه من النيتروجين. طيب احسبها ازاي الكميه دي؟ قال لك بص انت عندك كل 21 كيلو مول اكسجين بيبقى قصاده كام كيلو مول نيتروجين يا باشمهندسين؟ 79 كيلو مول. ليه؟ لو انا عندي 100 كيلو مول هواء هيبقى فيهم 21 كيلو مول اكسجين و79 كيلو مول ايه؟ نيتروجين. طيب لو انا عايز 1 كيلو مول اكسجين يبقى هيبقى قصاده كام مول نيتروجين؟ ها؟ 79 على كام؟ على 21 هيديني كام؟ 3.76. جميل؟ فبالتالي القوس بتاعي ده هكتب هنا ايه؟ 3.76 نيتروجين. وهكتب هنا رقم اسميه اكس تي اتش. ايه الكلام دوت بقى؟
قال لك الاكس تي اتش ده قال لك هو عدد الكيلو مولات بتاعت الاكسجين، لان انا الاكس تي اتش ده بضربها في القوس ده فيخش هنا وهيخش هنا. قال لك الاكس تي اتش ده هو عدد الكيلو مولات من الاكسجين اللي بتعملك في الحريق كامل في الكومبليت كومباشن، كل الاكسجين هيتحول لCO2 وهيتحول لH2O ومش هيبقى اكسجين خالص في الايه في الحريق بتاعي. طيب بقول لك ده زي ايه؟ قلنا زي لما واحد دي بتبقى عباره عن طبخه، يعني ايه؟ بحط كميه هواء مع كميه ايه وقود. الطبخه دي لو هي مظبوطه 100% هتلاقي ان الوقود كله يتاكسد وكل الاكسجين يستهلك. طب لو انا زودت من الوقود لو زودت من الهواء اكتر، قال لك زي زودت من الملح اكتر، قال لك الاكل هتلاقي طعمه مالح. نفس الكلام هنا، لو زودت اكسجين اكتر هتلاقي كمان هيطلع معاك اكسجين في النواتج بتاعتك. ليه؟ لان انت بقيت حاطط اوفر اكسجين، فكل الاكسجين كل الوقود تاكسد وفي حبه اكسجين تانيين اتبقوا، فالتاني ايه هيطلعوا معايا هنا. سهل الكلام؟ في مشكله؟ في حد عنده استفسار؟ طيب طيب افرض انت بقى قللت الملح، قللت الاكسجين، ايه اللي هيحصل؟ قال لك ساعتها الاكسجين ده مش هيكون كافي ان هو يعمل اكسده كامله للايه للوقود ده، فبالتالي هتلاقي جزء هيتحول لCO2 وH2O، وهتلاقي كمان هيطلع معاك ايه؟ CO اللي هو كربون مونوكسيد. هو ده اللي بالظبط الدخان الابيض اللي بيبقى في العربيه ده بيبقى نتيجه ليه يا باشمهندسين؟ نتيجه ان بيبقى عندي ميه اسمها ميه التبريد، دي بتبرد لي الانجن بتاعي. ميه التبريد دي لما بتخش جوه الكومبشن تشامبر، لما بتخش جوه الكومبشن تشامبر الميه دي بتمنع عمليه الاحتراق او بتبوظ عمليه الاحتراق. فاللي بيحصل ان الميه دي بتتبخر وتطلع بصوره دخان ابيض من الشكمان، وكمان بيبقى ريحته ريحه بنزين. ليه؟ لان البنزين ما اتحرقش، فبالتالي زي ما طلع زي ما دخل زي ما طلع، حصل له انكمبليت كومبشن، فتلاقي ريحه الدخان هو كمان ايه؟ له ريحته ريحه بنزين. سهل الكلام؟ فعشان كده الكلام ده يا باشمهندسين مش مجرد بس ان هو حاجات بناخدها كرياكشنز وكويشنز كده، لا، بتلاقي ليه مردود في الجانب العملي، تلاقي العربيه اللي طالع منها دخنه بيضه دي بيحصل جواها انكمبليت كومبشن. وتقدر تعرف الكلام ده بطريقه شور انك تستخدم حاجه زي اللي هنقولها كمان شويه اسمها الاكزوست اناليسيس، ان احنا نعمل اناليسيس للاكزوست ونلاقي ان مكوناته اول اكسيد الكربون، فنعرف ان دوت ايه؟ انكمبليت كومبشن. سهل الكلام؟ في مشكله؟ بس هو كل الكلام ده قلنا او بنعمل هايدرو فيجن سريع. طيب ماشي ده كده الايه ال الفيول اوكسيدايزر البرودكتس بقى زي ما قلنا ممكن تبقى CO2 بلس N2 بلس H2O دوت لو كومبليت كومباشن، ممكن تبقى CO بلس O2 سوري CO بلس CO2 بلس H2O بلس نيتروجين، دي لو هي مش منسين انكمبليت كومباشن، وممكن تبقى O2 بلس CO2 بلس H2O بلس نيتروجين، ديت لما تبقى ايه؟ ديت لما تبقى اكسس اير. ايه اكسس اير؟ يعني هواء زياده. وبعد كده عرفنا حاجه اسمها الاير تو فيول ريشيو. ايه الاير تو فيول ريشيو دي؟ وزن الاير على وزن الايه؟ الفيول اللي انت مستخدمه. كويس؟ والاير تو فيول ريشيو دي لو انت مستخدم كومبليت كومباشن بيبقى اسمها الاير تو فيول ريشيو ثيوريتيكال. كويس. طب هل انت لازم تشتغل بالثيوريتيكال؟ قال لك لا، ممكن تستخدم اكتر من ثيوريتيكال او اقل من ثيوريتيكال، احسب انت انكمبليت او اكسس اير. كويس. فبالتالي عرفوا حاجه ثانيه اسمها الاير تو فيول ريشيو الاكتوال. ايه الاكتوال دي؟ دي اللي انت مستخدمها فعلا في الحريق. دي ممكن تبقى اكبر من الاير تو فيول ريشيو الثيوريتيكال، دي في الحاله بتاعت مين؟ الاكسس اير. او ممكن تبقى اقل من الاير تو فيول ريشيو الثيوريتيكال، دي في حاله ايه يا باشمهندسين؟ الانكمبليت كومباشن. طيب عشان يوصفوا الكلام ده بطريقه علميه شويه هيستخدموا حاجه اسمها الاكسس اير فاكتور. ايه الاكسس اير فاكتور ده؟ هو عباره عن النسبه ما بين الاير تو فيول ريشيو الاكتوال اللي انت بتستخدمها على الاير تو فيول ريشيو الثيوريتيكال اللي انت كنت ممكن تستخدمها لو حققت كومبليت كومباشن. الرقم ده بيبقى اكبر من الواحد في حاله الاكسس اير، بيبقى اقل من الواحد في حاله الانكمبليت كومباشن، بيساوي واحد في حاله الايه؟ الكومبليت كومباشن، او زي ما بيسموها الاستوكيومتريك كومباشن. سهله ولا صعبه؟ ها؟ طيب في المساله الرقم ده غالبا بيبقى جيفن، بيدولي جيفن بطريقتين، ممكن يقول لي ان انت عندك 200% ثيوريتيكال اير. ده في الحاله دي اللمده تبقى بكام؟ ب
200% ثيوريتيكال اير، يعني انت بتحرق بضعف الثيوريتيكال اير، يبقى اللمضة باتنين باتنين. لو قال لك 200% اكسس اير، دي معناها اللمضة بكام؟ 200% اكتر من الثيوريتيكال اير، يعني اللمضة بكام؟ بتلاتة. سهلة ولا صعبة؟ لأنها كانت 800 وكانت 800 وزودت. اه. ده كمان من المرة اللي فاتت. الإكزوست أناليسيس بقى هنقوله إيه في المسائل؟ جميل؟ خلينا إيه ناخد مسائل عشان برضه إيه الناس كادر من الوقود اللي هو بيبقى ميكسشر. نسبة الخلط بتاعتهم 70% 30% باي ماس، يعني ايه؟ بالكتلة مش بالفوليوم. بيقول لك الميكسشر ده اتحرق مع 300% ثيوريتيكال اير. عايز ايه؟ قال لي احسب لي الاير تو فيو ريشيو الثيوريتيكال واعمل لي ماس اناليسيز للدراي اكزوست جازز. تعالى كده نقول الكلام دوت ايه؟ نشرحه يعني واحنا بنحل كده. أول حاجة إحنا دلوقتي عايزين نعمل إيه يا باشمهندسين؟ معادلة الحريق. معادلة الحريق دي الطريقة اللي الدكتور بيعملها في المحاضرة إن إحنا بنعمل إيه؟ بنعمل أول حاجة بنفرض إن إحنا بنحرق كومبليت كومباستشن مهما كانت المعطيات بتاعت المسألة. يبقى أول خطوة خالص إيه يا باشمهندسين؟ إن إحنا نحرق الوقود ده ككومبليت كومباستشن. يعني إيه كومبليت كومباستشن؟ يعني النووي بتبقى إيه؟ ها؟ ثاني أكسيد الكربون CO2 وإيه كمان؟ H2O وايه؟ وM2. دول الثلاث برودكتس بس اللي هيبقوا عندنا. جميل؟ طيب نكتب اول حاجه الفيول. الفيول بتاعي، الفيول بتاعي هو عباره عن ايه؟ C16 H34 بلس CH3OH. ده كده الايه؟ الوقود بتاعي. ياتي السؤال الاول. ياتي السؤال الاول. هل اسيبها زي ما هي كده؟ ولا لازم احطها بالنسب اللي الدكتور مديها لي؟ قال لك لازم تحطها بالنسب اللي الدكتور مديها لك. فقال لك في الاول خالص تقول للدكتور ايه؟ اسيوم افرض ان انا عندي 100 كيلو جرام اوف فيول. ال 100 كيلو جرام من الوقود دول هيبقى فيهم كام كيلو جرام سي 16 اتش 34؟ 70 كيلو جرام سي 16 اتش كام؟ 34. ويبقى فيهم كام كيلو جرام CH3OH؟ 30 كيلو جرام CH3OH. صح ولا لا؟ فاهمين ليه؟ هو مديها لي النسب اهي باي ماس. يعني لو انا عندي، عارفين ايه الفرق بين باي ماس وباي فوليوم؟ كنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. بصوا الاوضه بتاعتنا دي لو هي لو جبنا قطن وحديد، لو قلنا ان هي مليانه ثلاث ارباعها قطن وربعها حديد، فيقول لك ان نسبه القطن مثلا 75% ونسبه الحديد 25%، ده بالنسبه للفوليوم. طب لو جبنا بالماس قال لك لا، هتلاقي نسبتها 90% حديد و10% ايه؟ قطن. ليه؟ لان القطن وزنه قليل. سهل الكلام ده ولا صعب؟ جميل؟ نفس الكلام هنا، هو هنا الدكتور مديني نسبه كتله بالكتله، فبالتالي لازم تقسمها بالايه؟ بالكتله. طيب انا دلوقتي في الكيميكال رياكشن يا باشمهندسين، احنا قلنا بنستخدم وحدات المولز ولا وحدات الكيلو جرام؟ المولز. المولز دي وحده حجميه وليست وحده ايه؟ كتل. يبقى لازم نحول الكيلو جرام ده لايه؟ لمولز. طيب لو انا قلت لك ان المولوكيولار ويت اللي هو وزن الكيلو مول الواحد من 16 اتش 34 ده تقدر تحسبه ولا لا؟ السي بكام وزنها؟ ب 12. يبقى 12 في كام؟ في 16 زائد كام ال 34 ده وزنه كام؟ واحد. يبقى زائد ايه؟ 34. يبقى 12 في 16 زائد 34 ده المولوكيولار ويت بتاع مين؟ 16 اتش 34. طيب المولوكيولار ويت بتاع سي اتش 3 او اتش بكام؟ 12 زائد 3 زائد 12 زائد 3 زائد كام اللي هو؟ 12 زائد 1. كتلة المادة على كتلة ايه؟ عدد المولات بيساوي كتلة المادة على كتلة المولات. بالظبط. نمبر اوف مولز بيساوي الماس
على المولكيولر ويت. الماس بتاعتي بتساوي كام؟ 70 كيلو جرام من السي 16 اتش 34. والمولكيولر ويت بتاعي كام؟ بالرقم ده 12 في 16 ثواني كده نشوفه 226 ماشي. اكتب لي ده كمان 12 و 3 15 و 16 يبقى 30 32 32 صح؟ تمام. يبقى الماس 70 كيلو جرام على كام؟ على 226 هيديني نمبر اوف ايه؟ اوف مولز الراجل ده هيطلع لي بكام؟ طلع لي 0.3097. طيب نمبر اوف مولز اوف سي اتش سي او اتش هتقول 32 اللي هو المولكيولر ويت بتاع سي اتش سي او اتش وفوق ايه الماس اللي هي 30. يبقى 30 على 32 طلع معايا ب 0.9375. ديت ايه يا باشمهندسين؟ دي عدد المولات اللي ايه؟ اللي انا هكتبها فين؟ في المعادله الكيميائيه بتاعتي. ليه؟ لان المعادله الكيميائيه بتاعتي بتعتمد على المولز مش بتعتمد على الكيلو جرامز. حلو الكلام؟ طيب تعالى نكتب الارقام دي. يبقى هنكتب هنا 0.9375 وهنا 0.3090. طيب افرض بقى افرض كان قال لي ان دي نسبه فوليوم. حد شاطر عارف هنعمل ايه؟ هنحطها 70 و30. برافو. انا افترض ان انا مش عندي 100 كيلو جرام، افترض ان انا عندي 100 كيلو مول. هتفترض انت عندك 100 كيلو مول وهتقول خلاص بسهوله قوي هتحط هنا 70 وهتحط هنا 30 او ال اه صح كده. سلام؟ فهمنا؟ يبقى فهمنا الفرق بين الفوليوم والماس؟ جميل. يبقى احنا كده الحمد لله الف مبروك عملنا ايه؟ الفيول بتاعي. طب الاكسدايزر بقى؟ الاكسدايزر على طول بنحرق بايه؟ بهواء، الا لو هو قال لي بالاكسجين. يبقى O2 بلس 3.76 نيتروجين واكتب هنا ايه؟ XTH. صح؟ طيب ايه النواتج بتاعتي؟ دي كومبليت كومباستشن، تبقى ايه النواتج؟ CO2 بلس H2O بلس نيتروجين، وانا حافظ النواتج دي وعارفها. طيب هل الكربون هنا بيساوي الكربون هنا؟ قال لك لا، لازم تحط الفاريبلز بتوعك A و B و Z، ما تحطش C عشان ما تتلخبطش ما بين السي بتاعت CO2 والسي اللي هي الفاريبل. طيب لو انت راجل كده برنسل نفسك عايز تعرف ايه؟ عندك كام ايكويشن ممكن تعملها؟ كام ايكويشن ممكن تعملها وكام فاريبل عندك؟ كام فاريبل عندي؟ اهو 1 2 3 4، عندي 4 انونز. عندي 4 انونز. طيب عندي كام ايكويشن ممكن اعملها؟ قال لك ممكن تعمل عدد ايكويشنز بيساوي عدد الاليمنتس اللي عندك في المعادله. عندي كربون ادي 1، هيدروجين 2، اكسجين 3، نيتروجين 4. يبقى عندي 4 اليمنتس، 4 عناصر. الاربع عناصر دول هي ممكن اطلع منهم باربع ايكويشنز. يبقى اربع ايكويشنز مع اربع نوت يبقى اقدر احل المساله دي ولا ما اقدرش؟ اقدر ان شاء الله. فبالتالي هنعمل ايه؟ هنعمل اول حاجه اسمها الكربون بالانس. ايه الكربون بالانس اللي الناس ما حضرتش؟ هقول عندي كام كربون داخل في الرياكتنتس وكام كربون طالع في البرودكتس. حلو الكلام؟ طيب لو بصينا هنا عندي كام كربون داخل في الرياكتنتس يا باشمهندسين؟ بسرعه كده 0.3 0.097 plus 0.9375. مش هضرب في ال سوري في 16 لا مؤاخذة دي 16. جميل. واللي خارج ايه؟ بس يبقى دي كده ايه؟ الايه بتاعتي. سهلة ولا صعبة؟ تمام. طيب الدي سوري البي او بلاش دي هنوزن صح الهيدروجين. الهيدروجين لما وزنه عندي كام هيدروجين داخل؟ 0.3097 تايمز كام؟ 34 بلس 0.9375 تايمز كام بقى؟ 3 ولا 4؟ 4. خلي بالك هنا ال او اتش هنا الـ OH هيدروجين وهيدروجين يبقى تايمز كام يا باشمهندسين؟ 4. تكسب الـ مشكلة ولا إيه؟ طيب ده كده بالنسبة للهيدروجين. طب واللي خارج يا باشمهندسين؟
2 في ايه؟ في بي. يبقى كده اقدر اعرف البي ولا ما اقدرش؟ جميل. يبقى البي بقيت عارفها والاي كمان بقيت عارفها. لو في حاجه باينه بشكل واضح. طيب بعد الهيدروجين ناخد ايه كمان؟ الاكسجين. عندي كام اكسجين داخل هنا؟ 0.9375 اه اللي هو الراجل ده 0.9375 في 1 بلس 2XTH equal 2A بلس B. الـ A والـ B عارفهم ولا مش عارفهم؟ عارفهم. يبقى تاني اقدر احسب مين؟ سهلة ولا صعبة؟ مش هربط ايه الاكس ده بيعبر عن ايه عشان نسيت. الاكس ده تعريفه هو عدد الكيلو مولات من الاكسجين اللي اتحقق لك كومبليت كومبشن للوقود. اللي هو ايه بقى الوقود ده؟ اللي هو الميكسشر ده. من الاكسجين ولا من الهواء؟ من الاكسجين، من الاكسجين. ليه؟ لان انت عندك هنا الهواء دول مش مول واحد، دول 4.76 مول هواء. دول مش مول واحد. فبالتالي الرقم ده مضروب في الاكسجين بس مش مضروب في الهواء كله، يعني ديت عدد المولات من الاكسجين. جميل؟ طب ما هو جوه في نيتروجين برضه، ما هو ليه طلب نيتروجين؟ جميل، بس انا بقول لك هو عدد الكيلو مولات من الاكسجين مش من الهواء. لو عايز تقول عدد الكيلو مولات من الهواء هيبقى هيساوي اكس تي اتش في 4.76. فهمت قصدي؟ حد حاسس ان هو تايه؟ كويس؟ تمام؟ طب الحمد لله. عايز تحسب الزد، هي مش مهمه قوي، بس ايه؟ عايز تحسبها وخلاص اوكي؟ اعمل لي وزن النيتروجين. النيتروجين بتاعي عندي كام نيتروجين داخل؟ اكس تي اتش في 3.76 في 2. وكام نيتروجين خارج يا باشمهندسين؟ زد ولا 2 زد؟ 2 زد. يبقى كده اقدر احسب مين؟ الزد بتاعتي معرفه الاكس تي اتش. طلعت الاكس تي اتش بتاعتي هنا بكام؟ طلعت الاكس تي اتش 9. طلع معايا بكام؟ ب 9. وده اهم حاجه عندي دلوقتي، ان انا اعرف قيمه مين؟ ده اسمه الاستوكيومتريك كوفيشنت. هتلاقي في الورق القديم بتاع السكاشن بنديله رمز نيو. دلوقتي الدكتور بقى بيقول عليه اكس تي اتش اللي هو الثيوريتيكال ايه؟ الاكس تي اتش دي ليها ريتش معين ولا؟ لا لا، الاكس تي اتش دي بتختلف باختلاف الوقود بتاعك. يعني انا لو اديتك نسبه مختلفه للوقود ده كانت هتلاقي هيطلع له رقم تاني اكس تي اتش. فهمت قصدي؟ ده كده ايه اول خطوه في المساله. طيب هل في المساله دي بقى قال ان هو هيحرق كومبليت كومباشن؟ لا. امال هيحرق ايه؟ قال لك هيحرق 300% ثيوريتيكال ايه؟ اكسس. لا هيحرق اكسس ايه بالظبط. طب 300% ثيوريتيكال ايه دي اللمضه هتبقى بكام؟ ها باربعة ولا بثلاثة؟ ثلاثة صح. ليه؟ لأن هو بيقول لي أنا هحرق بثلاث أضعاف الثيوريتيكال ايه. هنا دي مش اكسس اير، ما قالش كلمة اكسس اير، قال لا ثيوريتيكال اير. طب قال لي 300% ثيوريتيكال اير، يبقى أنا هحرق بثلاث أضعاف الثيوريتيكال اير. يعني اللمضة بتاعتي هنا هتبقى بكام؟ بثلاثة. طيب كده معنى كده هعمل اضطر اعمل ايه تاني؟ هعيد الايكويشن دي تاني، بس المرة دي بصورة ايه بقى؟ الاكسس اير. تعالى كده نعيدها مع بعض. أهم حاجة طلعت بيها من الموضوع دوت هو قيمة مين؟ الاكس تي اتش. يبقى هنمسك الكلام ده كده. وهنكتب المعادلة دي تاني، بس المرة دي بقى بوجود ايه؟ وجود الاكسس اير. 0.3097 الوقود بلس 9 في الـ O2 بلس 3.76 نيتروجين. هنا مش عارف اللي هو بيقول لك ان انا حرقت 300% ثيوريتيكال ايه؟ صح؟ حلو. البرودكتس بتاعتي بقى لما يبقى عندي اكسس اير، ايه هي البرودكتس اللي عندي؟ ها؟ CO2 وايه كمان؟ H2O CO وN2 وO2. هل هيبقى عندي CO؟ لا. افتكرها من ايه؟ الـ CO دي معناها ان الكربون ما لقاش اكسجين كتير فطلع باكسجينيه واحده بس. فما تاكسسش تاكسد كامل.
سهل الكلام ولا صعب؟ ها ماشي ماشي يا باشمهندس، قول عندك كام كربون داخل؟ 0.3097 ايوه 16 ايوه بلس 0.9375 جميل. خارج بقى بيساوي كام؟ ايه؟ يبقى كده جبنا الايه؟ القيمة الجديدة الايه؟ هتلاقيها هي هي. طيب باشمهندسة اللي جنبها اعملي بقى في الهيدروجين. الهيدروجين هيبقى طيب وصلنا لايه؟ عملنا هو الايكويشنز الايكويشن بتاعتي. نشوف بقى المطالب ايه. يبقى احنا كده عملنا اهم حاجه في المعادله هي الايه؟ الايكويشن. نشوف كده اول مطلوب عايز الاير تو فيول ريشيو والثيوريتيكال. الاير تو فيول ريشيو الثيوريتيكال يا باشمهندس قلنا ان هي تعريفها ايه؟ نسبه الهواء والوقود اللي اتحقق لي يا باشمهندس الكومبليت ايه؟ كومبشن. يعني هاخد اهم معادله، المعادله دي هاخد المعادله اللي فوق بتاع اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق صح؟ ماشي. ثلاثة. قولي لي كده وزن الهواء كام؟ احسبه. ها؟ ثلاثة في وزن الأكسجين، الأكسجين وزنه كام يا باشمهندس؟ 16 في 2 ب 32. زائد ثلاثة في الرقم ده. يبقى 3 تايمز 3.76 في وزن النيتروجين بكام؟ ها؟ 28 نيتروجين وزن 28. ايه انكم مسهلين كده. 3 تايمز 32 ده وزن الاكسجين و3 تايمز 3.76 في 28 ده وزن مين؟ النيتروجين. طب وزن الوقود ها اكتبوا لي كده وزن الوقود. حد شاطر يقول لي وزن الوقود على طول؟ وزن الوقود على طول من غير ما تحسب مية مية. مش انا كنت فرضت في الاول ان انا عندي 100 صح؟ يبقى ده اوفر كام؟ اوفر 100. اوفر 100 ده هيديني ايه؟ هيديني الـ air-to-fuel ratio الـ ايه؟ الـ theoretical. طيب ده كده مطلوب الـ ايه؟ ده عايز الـ mass analysis of dry exhaust gases. ايه الـ mass analysis of dry exhaust gases ده؟ قلناه المره اللي فاتت. قال لك ده عباره عن الـ percentage من كل سبيشيز يعني من الـ CO2 من الـ O2 من النيتروجين بالنسبة للإيه؟ للتوتال ميكشر بتاع الإكزوست. يعني إيه؟ يعني لما أجي أقول لك احسب لي البرسنتج بتاعت الـ CO2 هتقول لي إيه؟ عدد مولات الـ CO2 على التوتال نمبر أوف مولز اللي هو بيساوي إيه؟ عندي هنا 5.89 بلس 18 بلس 101 ده الإيه؟ التوتال نمبر. طب والـ CO2 بكام؟ ب 5.89. يجي واحد يقول لي يا باشمهندس انت ليه قلت 5.89 وما قلتش السبعه بتاعت الايه؟ الميه؟ قال لك لان ده اسمه الدراي اكزوست جاسز. ليه دراي؟ لان انا بشيل الميه منه زي ما قلنا لان جهاز الاميشن انلايزر اللي بنستخدمه بيبوظ بالميه. فبالتالي لازم افصل الميه عن الايه؟ عن الاكزوست. هو مش عايزه بس ثواني بس. الكلام دوت يا باشمهندسين لو هو قال لي على الفوليوم بيزس. ده تعريف كده الايه؟ الدراي اناليسيس بس على مين؟ على الفوليوم بيزس. طب لو على الماس بيزس يبقى لازم ما اقولش بقى نمبر اوف مولز على نمبر اوف مولز، لا اقول الماس بتاع السي او 2 على التوتال ماس بتاع الايه؟ بتاع الاكزوست اللي عندي. تعالى كده نشوفه زي ايه؟ لو انا عايز احسب بقى
برسنتج الوزن بتاعت السي او 2 احسبها ازاي؟ احسبوا لي كده وزن السي او 2 اللي موجود عندي هنا بكام؟ 5.89 في وزن المولكيولار ويت بتاع السي او 2. وزن المولكيولار ويت بتاع السي او 2 بيساوي كام؟ 12 زائد 32. بسرعه لما تبقى سريع تبقى عارف ان هو 44. طيب على الماس التوتال هقول ايه؟ 5.89 تايمز 44 ده وزن مين؟ السي او 2. اجمع عليهم وزن مين كمان؟ ال H2O ولا ال O2؟ ال O2 ما احطش ال O2 ال H2O لان ده دراج. ال O2 وزنه كام؟ 18.33. جميل؟ بلس ال N2 101.52 في كام؟ 28. واضرب الكلام ده في كام؟ في 100 لان هو عايز برسنتج. ده هيديني الايه؟ الماس برسنتج بتاعت مين؟ السي او 2. طيب بالنسبه بقى للي بعده ال O2 البرسنتج بتاعت ال O2 نفس الكلام هاخد الرقم ده اللي هو 18 في 32 والمقام هو هو الدينومينيتور هو هو. سهل الكلام؟ طيب نفس الكلام البرسنتج للنيتروجين هاخد الرقم ده ال 101.54 تايمز 28 اوفر الدينومينيتور هو هو دوت البرسنتج بتاعت النيتروجين. طيب ال H2O هل هاخد لها برسنتج؟ لا لان ده دراي ايه؟ اناليسيس. طيب ده كده المساله الايه اللي موجوده في الشيت. ممكن سؤال سريع؟ الثلاثة دي مش كانت 9؟ ديت؟ اه ديت كانت الثيوريتيكال الثيوريتيكال كومبشن. كانت 9؟ اوه سوري المنظر انا اسف. اه بالظبط سوري. الاكس ثيوريتيكال كانت ب 9 فعلا مش ب 9 انا اسف. اللقطه يعني كانت ب 3. شكرا جزيلا. ها هنا يبقى دي كده هتبقى 9 في السؤال. اه فتعديتها بقى دي هتبقى 9 ودي هتبقى 9 هتلاقي الورق محطوط في الورق يعني بس هو الحل الثاني. هو انا هعرف ليه عملت لي CO2 و CO2 بس دي معلش ما بتنزلش H2O عشان هو طالب حاجه اسمها الدراي اكزوست اناليسيس. طبعا دراي يعني هو بيفصل الميه عن العادم خالص كانه مش موجود ويبدا يعمل ياخد النسبه بتاعت كل حاجه بالنسبه للتوتال بدون الميه. لان الجهاز اللي بيعمل لي الدراي اناليسيس دي بيبقى جواه فلتر، الفلتر ده بينقي الميه وبعد كده يبدا يحسب البرسنتج من كل حاجه. فهمت قصدي؟ في حد كده عنده استفسار؟ في حاجه صعبه؟ طيب كويس. هو احنا الجزء الجديد بتاع الكربتير ده استنى بس اسعدك دلوقتي كده وقود. الوقود دوت عمل للاكزوست بتاعه حاجه اسمها فوليومتريك دراي اناليسيس للاكزوست. فوليومتريك دراي اناليسيس للاكزوست وطلعت معايا نواتج دي. يعني هو حرق وقود فيول مع كميه اير هو مش عارفها برضه ومش عارف الوقود ده اسمه ايه. حرقهم وطلع له اكزوست. الاكزوست ده جاب برنامج جاب جهاز الايميشن انالايزر اللي هو كنا قلنا عنه اللي هو الجهاز اللي بيقول لي الكومبوزيشن بتاع الاكزوست ده عامل ازاي وطلع لي النتائج ديت. عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف الفيول كومبوزيشن باي ماس. قال لي ان الوقود ده هيدروكربون. هيدروكربون ده يعني ايه؟ سي اكس اتش واي يعني مكون من كربون وهيدروجين. عايز يعرف نسبه الكربون للهيدروجين كام؟ بس باي ايه؟ باي ماس. وعايز يعرف الاير تو فيول ريشيو اللي انا استخدمتها في الحقيقه دي. وعايز يعرف حاجه اسمها الايكوفالنس ريشيو. الايكوفالنس ريشيو دي كنا قلناها المره اللي فاتت هي ايه فاكرين؟ مقلوب اللمبه اللي هي واحد على لمبه. كويس؟ تعالوا كده نشوف. طيب تعالوا نعمل ازاي الكومبشن ايكويشن. الكومبشن ايكويشن بتتعمل ازاي يا باشمهندسين؟ اول حاجه الفيول. انا مش عارف الفيول بتاعي اسمه ايه بحطه سي اكس اتش واي. طيب الوقود هل انا عارف الوقود بتاع الهواء سوري هل انا عارف كميه الهواء اللي استخدمتها؟ لا بس فهحط ايه؟ لندا في اكس ثيوريتيكال في O2 بلس 3.76 نيتروجين. خلي بالكوا عشان دي مساله موجوده في المحاضره اللي كانت مكتوبه هم هو ما قالش ولا اكسس ولا 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 كومبليت ولا اي حاجه. فانا هفترض ان هي جنرال فورم ان هي فيها اللمبه. والله طلع كومبليت كومبشن ده تبقى بواحد صح؟ طيب البرودكتس بتاعتي بقى هل انا محتاج بقى استنتج برودكت من المعادله؟ لا هو اصلا مديني البرودكتس بتاعتي اهي. فانا هفرض ان انا عندي 100 كيلو مول وفي ايه؟ وفي اكزوست. وفي اكزوست من ده. كويس؟ ها؟
هيطلع لي كام؟ 6 CO2 عشان ده فوليومتريك فهحطه على طول. بالظبط عشان ده فوليومتريك فهحطه على طول. زائد 11 CO بلس 82 نيتروجين بلس اكسجين بلس زد H2O. ليه بقى حطينا زد H2O؟ هو ده خماسي اتش سي اكس اتش واي بالظبط. كنت بتقول ايه يا باشمهندسة؟ كنت بقول ان المفروض ان هو النوادج دي عاملها هو وهي دراي. بالظبط هو مش حاسس بالظبط. النوادج دي يا باشمهندسة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي نوادج بتاعه جهاز اسمه الدراي ايميشن انلايزر. بيبقى الدراي ايميشن انلايزر ده بيبقى حاطط هنا فلتر. الفلتر ده فلتر ميه بيشيل الميه من الاكزوست ويبدا يحسب البرسنتج ايه من غير الميه. طب هل الكلام ده معناه ان عمليه الحريق ما نتجش عنها ميه؟ لا، نتج عنها ميه بس الجهاز ما شافهاش، كان اعمى بالنسبه له. فعشان كده بنضيف ترم ايه الزد اتش 2. سهل الكلام. طيب هنحل ازاي المعادله دي بقى؟ بالبالانس بار. هنوزن الكربون، هتلاقي عندك هنا اكس بيساوي اكس كربون بيساوي 6 سي او 2 بلس 11 سي او، يبقى الاكس بكام؟ ب 17. توزن الهيدروجين، عندك كام هيدروجينيه؟ واي، واللي في الخارج بص كده 2 زد. انا الزد مش عارفها لسه. طيب هوزن الاكسجين، عندي كام اكسجين؟ 2 في الرقم ده. ايوه 2 لما اكس تي اتش. عندي كام في الخروج؟ بص بقى كتير في الخروج، 6 في 2 زائد 11 زائد 2 زائد زد. الزد عندي ولا مش عندي؟ مش عندي. طيب لسه. طيب هوزن النيتروجين او الزد، عندي كام ان؟ لامدا في اكس تي اتش في 2. عندي كام ان؟ في 3.76. سوري في 3.76. عندي كام ان؟ 82 في كام؟ في 2. ال 2 رقم 2 يبقى اللامدا في الاكس ثيوريتيكال بكام؟ بتساوي 82 اوفر 3.76. يبقى جبت قيمه مين؟ اللامدا في الاكس ثيوريتيكال. سهل الكلام؟ طيب تقدر تعوض بيها هنا؟ تجيب بيها قيمه مين؟ الزد. تقدر تعوض الزد هنا تجيب قيمه مين؟ الواي. يبقى كده انا عرفت مين؟ قيمه الزد، وعرفت قيمه الواي، وعرفت قيمه الاكس. الاكس 17، يبقى كده الواي انا ما حددتش بالطريقه دي بس ما علينا. الواي تقدر تحسبها منين؟ انزل المهم يعني نفترض مثلا ان الواي دي طلعت ب 35.5 مثلا. هل ينفع تطلع ب 35.5؟ عادي. واحد المره اللي فاتت سالني سؤال مهم، قال لي ازاي عندي 35.5 هيدروجين؟ بص لو طلع لك حاجه زي كده ما تستغربش. ليه؟ دي حاجه عندنا في الكومبشن يا باشمهندسين بنسميها الفيول ساوجت. دي حاجه مش عليكم خالص يعني، دي حاجه في البوست جرادويتس. انت عندك البنزين بتاعك اللي هو الجازولين دوت. الجازولين ده هل ممكن اعبر عنه بفورمولا مثلا C3H8؟ قال لك لا. الجازولين دوت عباره عن ميكستشر من هيدروكربونز كتيره جدا. يعني مثلا في الماجستير بتاعي انا حللت الديزل السولار بتاعه، لقيت السولار ده مثلا بيتكون مثلا من 70 هيدروكربون بنسب مختلفه. كويس؟ فبالتالي لما تيجي تشتغل في برامج السيميوليشن ما ينفعش تعبر عنه بايه؟ بحاجه واحده بس، والا النتائج بتاعتك مش هتبقى دقيقه. جميل؟ فبالتالي بيعملوا ايه؟ بيعملوا طرق كده حسابيه معينه وتجارب معينه بحيث ان هم يعرفوا فورمولا نظريه تمثل لي السولار. النتائج بتاعت الحسابات بتاعتها تبقى قريبه من النتائج المعمليه الحقيقيه لتجارب السولار. يعني مثلا لما احرق السولار اداني مثلا 10 ميجا جول حراره. جميل؟ ده في الاكسبيرمنت. كويس؟ في الكالكوليشن لقينا ان السي 14 اتش 38.5 في الكالكوليشن لانه بيطلع لي 9.9 ميجا جول. هل في وقود اسمه سي 14 اتش 38.5؟ لا. بس احنا في الحسابات لقينا ان دوت بيطلع لي نفس كميه الحراره اللي ده بيطلعها في الحقيقه. فده بيسموه الفيول ساروجيت. يعني ايه الساروجيت؟ الساروجيت ده هو عباره عن كومبوزيشن بيمثل لي الوقود دوت كايه؟ كحاجه ثيوريتيكال، بس هو مش موجود في الحقيقه حاجه اسمها ايه؟ الكلام ده حاجه ايكويفالنت يعني. ايكويفالنت برافو. فبالتالي ما تستغربش الشاهد في الموضوع انسى يعني، لو الكلام ده مش مهم ما تستغربش لو لقيت هنا ايه؟ 35.5 او حاجه من الحاجات دي.
كويس. دوت كده ايه الوقود بتاعي. الوقود بتاعي وعرفنا ايه الارقام ديت مثلا نفترض دي 4 اي حاجه بقى 3 اي ارقام. ايه المطلوب بقى؟ قال لك انا عايز اعرف الفيول كومبوزيشن باي ماس. ايه الفيول كومبوزيشن باي ماس؟ هقول هو عباره عن حاجه اسمها الكربون تو هيدروجين ريشيو. الماس بتاعه الكربون على الماس بتاعه الهيدروجين بس فين؟ في الفيول بتاعي. طيب انا عندي كام كربون هنا؟ مش 50 17 يبقى اضرب 17 في 12 على الماس بتاعه الهيدروجين 35.5 في كام؟ في 1 يبقى كده هيديني ايه؟ البرسنت الكربون تو هيدروجين ريشيو باي ايه؟ باي ماس. طب لو قال لي باي فوليوم انت هتقسم عدد الوقت على الفوليوم. طب ده كده اساسا ان هو هيدروكربون، لو كان هيدروكربون مش هيدروكربون كنا هنبقى ليها الاول تاني ولا مش هيسالني عليها وخلاص؟ لا ما كانش هيسال يعني. هو يعني لو هو مثلا لو هو ايه مثلا هو حل مثلا كنت بص مش هيبقى ليها تعريف اللي هو اللي قدامك دوت يعني مثلا ماشي خلاص. هو ايه بس حاجه بص المصطلح ده بيبقى موجود في السبيسيفيكيشن شيت بتاع الوقود. في حاجه اسمها السبيسيفيكيشن شيت بيقولوا السبيكس. السبيكس ده بيبقى شركه البترول لما تيجي تعمل وقود من ضمن الخواص اللي بتكتبها للوقود حاجه اسمها الكربون تو هيدروجين ريشيو بتاعه كام. كويس. بعد كده هتشوف ان الكربون تو هيدروجين ريشيو ده بيعبر لك عن الطاقه الحراريه ساعات اللي موجوده في الوقود بتاعك. الفيو ريشيو اللي انا استخدمتها الاير تو فيو ريشيو اللي انا استخدمتها احسب ازاي الاير تو فيو ريشيو اللي انا استخدمتها؟ قال لك الاير تو فيو ريشيو هي عباره عن وزن الاير على وزن الايه؟ الفيو. صح؟ وزن الاير بتاعي بكام؟ اهو لندا في اكس ثيوريتيكال في كام؟ في كام اكسجين؟ 32 بلس لندا في اكس ثيوريتيكال في كام؟ 3.76 كام؟ 28 اللي هو وزن الايه؟ النيتروجين على وزن الوقود بتاعي 17 في 12 زائد 35.5 في كام؟ في 1. سهل ولا صعب؟ طيب اللمضة في الاكس ثيوريتيكال عندي ولا مش عندي؟ اه عندي هو طلعتها. فبالتالي الرقم ده عندي بالتالي اقدر احسب الكلام ده. اخر مطلوب بقى هو اللي رخم شويه. عايز الايكوفالنس ريشيو. الايكوفالنس ريشيو يبقى عشان اعرفها يبقى لازم اعرف قيمه الايه؟ اللمضة. طب اللمضة دي اعرفها ازاي؟ ها؟ هجيب الاكس ثيوريتيكال من ان انا معايا كل الحاجات خلاص. ايوه اجيب ازاي الاكس ثيوريتيكال؟ ان انا اعيد تاني الايكويشن بس ككومبليت كومباشن. فهقول ان انا عندي سي 17 اتش 35.5 زائد الاكس ثيوريتيكال الاو 2 بلس 3.76 نيتروجين. هيديني CO2 بلس H2O بلس نيتروجين. بحط هنا A B Z واوزن الكلام ده هطلع في الاخر قيمة مين؟ الXTH. طلعت الXTH يبقى تعرف قيمة مين؟ اللمضة. هتشقلب اللمضة هتديني قيمة مين؟ الإيكوفالنس. ساكن دلوقتي بس هي اجابات الشيت حضرتك هتنزل انا فهمت حاجه هتنزلها لنا ازاي هبعتها للمدير بتاعنا نشوفكم ان شاء الله المره الجايه